مرحبا، ها هي أول حكاية من الكتاب المقدس في الصفحة الأولى من العهد القديم. إنها تحدثنا عن عالمين، عالم الله المخفي والكون. الله لا مثيل له، ليس عنده لا بداية ولا نهاية، أي لم يولد ولن يموت. إنه مخفي ولكنه حقا موجود. خذ مثلا الرياح، فأنت لا تراها، ولكن لما تهب تحرك الأشياء كشعرك مثلا، إذن تعلم أنها هنا. يمكن لي أن أقول لك عدة أشياء عنه، مثلا أنه يدعى الدائم لأن الكتاب المقدس يحدثنا عنه باستمرار، لكن من الأفضل أن أحدثك عن ذلك في كل قصة. الله ليس وحيدا في عالمه، فهو محاط بمخلوقات رائعة وقوية تخدمه والتي تسمى الملائكة. إنه الملك الكبير الذي يعيش في ملكوته مع خدمه. الأرض لم تكن موجودة، كان هناك ثقب كبير أسود، إنه العدم والخلاء. يوما خلق الله الأرض. هكذا إذا جرت الأمور. أظن أنك تحب الأبطال وتفضل منهم البعض عن الآخر، إنهم أقوياء وينقذوننا من الأشرار. لكن تعلم أن الله هو الأقوى في هذا الوجود، إنه أكبر بطل وكل ما فيه جيد. تصور أنه من شدة قوته فقد تكلم فقط ليخلق الدنيا. قال: أريد النور. ها هو قد أتى. ففصل النور عن سواد الظلام، فرأى أن الأشياء كانت جيدة. دعا الله النور اليوم والظلام الليل، فكان أول يوم في العالم. الله قال بعدها: أريد السماء. فها الآن شيء يفصل مياه الأعلى عن مياه الأسفل، إنها السماء. إنه اليوم الثاني للخلق. فقال الله: لتجتمع المياه التي هي تحت السماء فلتظهر اليابسة. لقد وجدتها. المياه التي تجمعت تتمثل في البحر أو البحار، واليابسة فهي الأرض. رأى الله أنه شيء جيد، ففي ذلك اليوم تحدث أيضا. قال الله: فلتعطي الأرض النباتات وأشجار مثمرة قادرة على إعطاء الفواكه. بالطبع كل شيء حدث، فقد رأى أنه شيء جيد. إذن كان اليوم الثالث لعالمنا. في الغد الله قال: أريد النور في السماء كي تضاء الأرض ويسجل الزمن. ها هي إذن الشمس، القمر والنجوم قد ظهرت. هل تعلم أنها تستعمل لتحديد الزمن؟ مرة أخرى يرى الله أن الأشياء جيدة. كان اليوم الرابع. إنك ترى، فقط بكلمته الله خلق الأشياء، وقد حكى لنا جزء من عمله، وذلك في كتابه المقدس، لذلك يسمى كلام الله. كل هذا رائع وجيد، ولكن لم يكن هناك أي أحد على سطح الأرض. كما ترى فإن تكوين عالمنا لم ينتهي بعد، هناك أجزاء ناقصة كي نغلق الدائرة. إذن الله قال: أريد الحيوانات في البحار والطيور في السماء. فهذا بالضبط ما حدث. كل أصناف الأسماك الضخمة منها والتي نسميها عمالقة البحر والصغيرة جدا أيضا، وفي السماء طيور رائعة من كل الألوان مع تغاردها المختلفة، فكل شيء كان شديد الجمال وجيد. وهكذا انتهى اليوم الخامس. لا، نسيت شيء مهم جدا. الله باركها. لقد كان طيب معها وأمرها أن تضع كثيرا من الصغار كي تملأ البحار والسماء. لنرى الآن ما قاله الله اليوم الموالي. إذن الله قال: أريد أن أملأ الأرض بالحيوانات. فها هي مختلف أصناف الحيوانات، الأسود، التماسيح، البقر وكثيرا من الأصناف الأخرى. هم أيضا أمرهم الله أن يملأوا الأرض بكثير من الصغار، فرأى أن الأشياء جيدة. كان اليوم السادس. مرة أخرى الله يتحدث ويقول: الآن سأخلق الذي يشبه لي.
فخلق إذن الرجل المرأة فأمرهما أن يعتنيا بالأرض ويكون الرئيسين على جميع الحيوانات، وأمرهما أيضا أن يملأ الأرض بالأطفال الذين سينجبهما. ثم قال الله: سأعطي الفواكه الخضر وكل الأعشاب والنباتات والطيور وكل حيوانات الأرض للإنسان. هكذا كانت الأمور عند أول الخلق، فهما لا يأكلان اللحوم، والحيوانات لا تأكل بعضها البعض. لم يكن أي شر على سطح الأرض، كل شيء كان رائعا. فرأى الله أن كل ما خلقه كان جيدا. إذن هكذا خلق الله عالمنا وكل الكون، وذلك في 6 أيام. فاليوم 7 جعله الله يوم راحة بالنسبة له، إذ ارتاح من عمله، أي من تكوين الكون. قال الله: سأجعل اليوم 7 مميز، فهو يوم راحة إلى الأبد، لذلك نجد في كل أسبوع 7 أيام. لا تنسى أن الله خلق كل شيء بكلمته فقط، فاليوم أيضا فإنه يحدثنا عن نفسه من خلال كلمته القوية والتي تتمثل في الكتاب المقدس، الذي لما نراه يبدو لنا ككتاب عادي، لكنه في الحقيقة مملوء بكنوز علينا اكتشافها. في حكاية أخرى سأحدثك بالتفصيل عن كيفية خلق الرجل والمرأة والمكان الرائع الذي يعيشان فيه. خلق الله الأرض في زمن قصير جدا، وذلك بكل بساطة بكلمته. يمكن لنا ويجب علينا أن نشكره كل يوم على الحياة التي منحها لنا، ولسبب قدرته وطيبته أيضا. الآن سنصلي. أشكرك يا رب، إنك الله الوحيد الموجود، وكل ما تعمله رائع. شكرا لك لكل ما خلقته، الأرض، الحيوانات، النجوم، القمر، الشمس، وكل الأشياء التي أعطيتها لنا. شكرا لأن كل ما تعمله تعمله بمحبة. ربي ساعدنا كي نحترم مخلوقاتك، وكي نكون دائما شاكرين لك، معترفين بفضلك. آمين. الآن سنقرأ في الكتاب المقدس. في سفر التكوين الشطر الأول والآيات 1-4 من الشطر الثاني: في البدء خلق الله السماوات والأرض، وكانت الأرض خاربة وخالية، وعلى وجه الغمر ظلمة، وروح الله يرف على وجه المياه، وقال الله: ليكن نور، فكان نور. ورأى الله النور أنه حسن، وفصل الله بين النور والظلمة. ودعا الله النور نهارا، والظلمة دعاها ليلا، وكان مساء وكان صباح يوما واحدا. وقال الله: ليكن جلد في وسط المياه، وليكن فاصلا بين مياه ومياه. فعمل الله الجلد، وفصل بين المياه التي تحت الجلد والمياه التي فوق الجلد، وكان كذلك. ودعا الله الجلد سماء، وكان مساء وكان صباح يوما ثانيا. وقال الله: لتجتمع المياه تحت السماء إلى مكان واحد، ولتظهر اليابسة، وكان كذلك. ودعا الله اليابسة أرضا، ومجتمع المياه دعاه بحارا. ورأى الله ذلك أنه حسن، وقال الله: لتنبت الأرض عشبا وبقلا يبزر بزرا وشجرا إذا ثمر يعمل ثمرا كجنسه، بزره فيه على الأرض، وكان كذلك. فأخرجت الأرض عشبا وبقلا يبزر بزرا كجنسه، وشجرا يعمل ثمرا بزره فيه كجنسه، ورأى الله ذلك أنه حسن. وكان مساء وكان صباح يوما ثالثا. وقال الله: لتكن أنوار في جلد السماء، لتفصل بين النهار والليل، وتكون آيات وأوقات وأيام وسنين، وتكون أنوارا في جلد السماء لتنير الأرض، وكان كذلك. فعمل الله النورين العظيمين، النور الأكبر
لحكم النهار والنور الأصغر لحكم الليل والنجوم، وجعلها الله في جلد السماء لتنير على الأرض ولتحكم على النهار والليل ولتفصل بين النور والظلمة، ورأى الله ذلك أنه حسن. وكان مساء وكان صباح يوما رابعا، وقال الله: لتفض المياه زحفاة ذات نفس حية، وليطر طير فوق الأرض على وجه جلد السماء. فخلق الله التنانين العظام وكل ذوات الأنفس الحية الدبابة التي فاضت بها المياه كأجناسها، وكل طائر ذي جناح كجنسه، ورأى الله ذلك أنه حسن. وباركها الله قائلا: اثمري واكثري واملأ المياه في البحار، وليكثر الطير على الأرض. وكان مساء وكان صباح يوما خامسا، لتخرج الأرض ذوات أنفس حية كجنسها، بهائم ودبابات ووحوش. وقال الله: أرض كأجناسها، وكان كذلك. فعمل الله وحوش الأرض كأجناسها، والبهائم كأجناسها، وجميع دبابات الأرض كأجناسها، ورأى الله ذلك أنه حسن. وقال الله: نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا، فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى جميع الدبابات التي تدب على الأرض. فخلق الله الإنسان على صورته، على صورته الله خلقه، ذكرا وأنثى خلقهم. وباركهم الله وقال لهم: أثمروا واكثروا واملأوا الأرض واخضعوها، وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الأرض. وقال الله: إني قد أعطيتكم كل بقل يبزر بزرا على وجه كل الأرض، وكل شجر فيه ثمر شجر يبزر بزرا لكم يكون طعاما، لكل حيوان الأرض وكل طير السماء وكل دبابة على الأرض فيها نفس حية، أعطيت كل عشب أخضر طعاما. وكان كذلك. ورأى الله كل ما عمله فإذا هو حسن جدا. وكان مساء وكان صباح يوما سادسا، فأكملت السماوات والأرض وكل جندها. فرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل، فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل. وبارك الله اليوم السابع وقدسه، لأنه فيه استراح من جميع عمله الذي عمل، الله خالقا. هذه مبادئ السماوات والأرض حين خلقت، يوم عمل الرب الإله الأرض والسماوات. ها هي قصتنا انتهت الآن. أقول لكم إلى اللقاء، إلى قصة أخرى.